أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 208 حالات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات تتوزع على 5 حالات مرتبطة بالسفر، أما الحالات 7 المتبقية فهي حالات مخالطة. أما بالنسبة لعدد الإصابات والحالات التي ثبتت إصابتها وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 والذي يسببه الفيروس التاجي SARS-CoV-2 فقد بلغت 13 حالة في دولة الكويت في 24 ساعة الماضية. 5 حالات مرتبطة بالسفر، حالتين مرتبطتين بالسفر بالمملكة العربية السعودية، وحالتين مرتبطتين بالسفر بجمهورية مصر العربية، وحالة مرتبطة بالسفر بفرنسا، وجميع هذه الحالات لمواطنين كويتيين. حالة واحدة لمواطن كويتي وهي قيد التقصي الوبائي. أما بالنسبة للحالات المخالطة فقد بلغ عددها 7 حالات، حالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر بالمملكة العربية السعودية، وحالتين مرتبطتين بالسفر لحالتين مخالطتين لحالة مرتبطة بالسفر بأذربيجان، وهي من الجنسية الكويتية، مواطن كويتي، والأخرى من الجنسية الهندية، وحالة مرتبطة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة وهي لمواطن كويتي، وحالة مخالطة لحالة من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية الصومالية مخالطة لحالة من الجنسية الصومالية وهي قيد التقصي الوبائي. مجمل الحالات 13 حالة التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية. أصبح الآن مجموع الحالات في دولة الكويت 208 حالات. الحالات التي أعلن شفاؤها 49 حالة. إذن الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الصحية في إحدى المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة 159 حالة. الحالات التي في العناية المركزة 7 حالات، حالتين حرجتين، و5 حالات في وضع مستقر، إلا وأن جميع الحالات تتلقى الرعاية في العناية المركزة. 7 حالات تتلقى الرعاية في العناية المركزة، ونسأل الله الشفاء للجميع.